بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنتكلم في الفيديو دوت عن الماب داخل ابلكيشن سيرفينج اكس. طيب ليه الدخول على الماب من المين اكتيفيتي الخاص بسيرفينج اكس ابلكيشن؟ هنضغط على ماب، هتحمل الخريطة معانا، هي طبعا خريطة اونلاين جوجل ماب. هنلاقي هنا ظهرت لنا جميع البيانات اللي هي داخل البروجكت على الخريطة، ولو عم نقدر نعمل زوم ان ونشوف البيانات والنقاط المساحية، وهي اخدة نفس السيمبل طبقا للكود الخاص بيها. طيب اول حاجة هتلاحظنا في الماب ان الفيو بتاع الماب هو زي ما قلنا هو عبارة عن اونلاين ماب، والنقاط بتظهر طبقا للكود اللي هي واخداه، وان شاء الله باذن الله هنتكلم عن الاكواد بشكل مفصل. بدايه طبعا هنا ظهر امامنا النقاط والخطوط اللي داخل البروجكت، وشوفنا احنا في الفيديو اللي فات ازاي احنا نضيف الخطوط والبوينت للبروجكت. طيب نقدر احنا نعمل سيلكت على اي نقطه او على اي بوليجون او على اي فيتشر داخل الباب، فهيظهر هنا انفو ويندوز انفو فيها كل تفاصيل النقطة من رقمها والكود والاحداثات الخاصة بها. لو احنا ضغطنا كليك على الويندو فيو هيودينا للديسكريبشن كارد الخاص بالنقطة زي ما شفنا في الداتا، وايضا لو ضغطنا على النقطة ايضا وعملنا هولد كليك على الويندوز انفو هتعمل لنا شير للوكيشن للوكيشن الخاص بالنقطة اللي احنا مختارينها. لكن لو سلكنا على اللاين وليكن اللاين ده تمام، هنلاقينا طلع لنا تيبل في الاي دي الخاص باللاين والكود ديسكريبشن كود لللاين وايضا احداثيات اللاين في الجدول زي ما احنا شايفين. طيب وعندنا ثلاث ايقونات، الايقونة الاولى احنا حابين نعمل ستيك اوت لللاين او نحن ننشر الانفو الخاص باللاين ديت زي ما احنا ايضا شفناها في الفيديو السابق ازاي نحن نخش على خصائص اللاينز ومن التولز الجانبية نقدر احنا نستخدمها زي ما شفنا في الفيديو السابق. وايضا نقدر احنا نعمل سيلكت على البوليجون كذلك بنفس معاملة اللاينز. هنلاقي هنا جاب لنا الكود وايضا الداتا الداخلية. طبعا في حال ان احنا حبينا نعدل الفيتشر دوت احنا نخش على الانفو، ومن هنا من خلال هولد كليك على اي نقطة نقدر احنا نغير الاحداثيات بتاعتها زي ما احنا حابين، نقول مثلا edit point على سبيل المثال. ولو رجعنا للماب تاني هنلاقي الفيتشر اتعدل طبقا للتعديلات بتاعتها. طيب ده بالنسبة للفيو اللي في الماب. وطبعا هنلاقي هنا الماب طبعا دايما الكوردينات اللي من عليها دي بتكون طبقا للكوردينات سيستم الموجود في البروجكت الموجود في السيتنجز سواء جيوداتيك او يو تي ام او لوكال. طبعا مجموعة الاوبشنز الجانبية دي عبارة عن زوم ان وزوم اوت وزوم اكستند دي جميع الداتا بداخل البروجكت، وايضا الجو تو لوكيشن. طيب من البوتوم الاولاني ده نقدر نغير الباك جراوند الخاص بالباب او نقدر احنا نعملها نان بحيث تكون زي لوحه اوتوكاد. وكذلك من اللايرز نقدر نظهر ونخفي النقاط طبعا لنوعها، وجميع النقاط اللي داخل البروجكت او داخل سيرفينج اكس بتصنف في واحدة من الثلاث أشياء. أي نقطة أو أي لاين أو أي بوليجون أو أي مدخل بشكل عام يا إما هيكون كي إن يعني تم إدخاله مانوال، يا إما هيكون ميجرد يعني ده تم رصده من خلال السيرفي سواء البي بي كي أو الأرت كي، أو نقطة توبوغرافية نقطة معرفة كنقطة توبو ولها كود معين وهي معرفة إنها كتوبو. فلو احنا ضغطنا شلنا الكي ان فطبعا عشان كل النقاط ديت مدخله يدويا او عملنا امبورت الفايل يدويا مش شرط مدخله بالاحداثيات 1 باي 1، لا ممكن تكون كلها اتعمل لها امبورت، فما لما هيتعمل لها امبورت فبرضه بتصنف انها كي ان داتا.
وايضا من خلال الاد نقدر احنا نضيف نقطه من الماب مباشره. طبعا نقدر احنا نضيف هنا كود رقم النقطه وكودها، ومن خلال السيتنج نقدر ان احنا نكتب الاحداثيات مباشره للنقطه اللي عايزين نرسم عليها. فعلى سبيل المثال اختيار اي مكان، نحط مثلا كود FH، نقول اوكي. مجرد ما نضغط هنلاقي النقطة ظهرت عندنا بالمنظر دوت كده، او ان احنا نكتب الاحداثيات مباشرة للنقطة. وكذلك نقدر ان احنا نضيف لاين بالضغط مباشر على الشاشة، بنقدر نرسم اللاين، ومع هولد كليك بنقدر ان احنا ننهي رسم اللاين، وبيكون اللاين ظاهر عندنا بالشكل دوت كده. نقدر نرسم اللاين ايضا عن طريق الاحداثيات، لو ضغطنا على السيتنجز الخاص بالدروينج فنقدر ان احنا هنا نرسم اللاين من خلال الاحداثيات، يعني نكتب احداثيات النقاط والبوينت اللاين هيروح للاحداثيات ديت مباشره، او ان احنا نرسم اضلاع اللاين من خلال الاتجاه والمسافه. فعلى سبيل المثال لو عايزين من النقطه ديت نرسم ضلع على مثلا ازموس 90 بطول 100 متر، نقول له اوكي. هنلاقي هنا ضاف لنا اهو الضلع ده على اتجاه 90 بمسافه 100 متر. ولو قلنا مثلا عايزين اتجاه 180 لمسافه ايضا 100 متر، نقول له اوكي. وكذلك 270 اتجاه 270 بنفس المسافة. انا كده بحاول ان ارسم مربع منتظم تماما، وهقول له برضو مسافة 100 متر على اتجاه 0 او 360، نقول هولد. كده انا قدرت ارسم مربع كامل الاضلاع تماما، ودي الاحداثيات الخاصة به. ولو ضغطت على الانفو خش على اللاين بتاعي اشوفه بالشكل دوت كده. ايضا من الماب اقدر ان اضيف بوليجون، وطبعا البوليجون اقدر ان انا اضيفه من خلال الكوردينات او من خلال الديركشنز زي اللاين بالضبط. طيب وبرده في حاجه تانية اللي هي اضافه صوره. طيب ممكن بس ان انا اخفي الداتا كده مؤقتا، وهي ميدي اضافه صوره او اضافه صوره، وليكن على سبيل المثال تكون خريطه راستر ايمج، وان انا اعمل لها جيو ريفرنس على الجوجل اونلاين ماب وابتدي اشتغل عليها. فمن هنا من اد هنقول له اد ايمج، فهنختار مثلا الصوره او سايت ايمج. فهنا بيقول لي اختار اللوكيشن، لوكيشن سنتر الصوره، بعدين هروح للمكان اللي بيمثل سنتر الصوره واضغط، هلاقي الصوره نزلت عندي بالشكل دوت كده. ممكن انا اقلل الشفافيه بتاعت الصوره بحيث ان انا اظهر من الباك الخلفيه عشان اظبط الصوره عليها، وممكن كمان ان انا اعمل روتيشن للصوره بحيث اظبطها، وان انا اقدر اعملها ايضا سكيل ان انا اكبرها واصغرها بحيث تتناسق مع الخلفيه. وان انا ممكن اعمل هولد كليك واحرك الصوره تاني من مكانها، وبعدين ارجع الشفافية تاني بتاعتي. فكده بشكل كبير الصورة عندي قدرت ان انا انزل صورة على الجوجل ماب، واقدر ان انا اتعامل واروح لبعض الاماكن على الصورة بعد ما اعمل لها تلاقي جيو ريفرنس كده بسيط داخل الابليكيشن. طيب ممكن ايضا هنا نخفي الايمج، شنز المهمة جدا داخل الماب هي الميجر، بحيث من خلال المجر اقدر اقيس بعض القياسات، المسافات او المساحات او الزوايا او الانحرافات. على سبيل المثال المسافات اقدر ان انا اقيس المسافات فهنا اقدر ان انا اضغط في اي مكان ويطلع هنا عندي السيجمنت لينس اللي هي القطعة الاخيرة، والديستانس اللي هو التوتال ديستانس للباص كله، وهولد كليك انا ابتدي الغي الامر. وكذلك لحساب المساحات ان انا اقدر احسب المساحات
بالشكل دوت كده، وتطلع المساحات هنا بشكل مباشر. ولحساب الزوايا اضغط هنا الميجر انجل، واختار الاضلاع اللي انا عايز اقيس الزوايا ما بينهم. هلاقي هنا رسم لي الزاوية بتاعتي وجاب لي الأكيوت أنجلز اللي هي الزاوية الداخلية والزاوية الخارجية كام بالظبط. وكذلك الميجر الأخير هو الانحراف، بحيث إن أنا أقدر أقيس انحراف أي ضلع، وليكن عايز أعرف انحراف الاتجاه ده. فهلاقي هنا رسم لي الاتجاه وأعطاني الأزموس والبيرنج للاتجاه. طيب، من برضو الأمور الهامة جدا في الماب وهو الليجند. الليجند هو عبارة عن الجدول اللي فيه كل الفيتشرز الموجودة ومعانيها ومعاني السيمبلز. فلو أظهرنا الداتا مرة تانية، فطبعا هنا في النقاط ليها كل نقطة ليها سيمبل على حسب الكود الخاص بها، وده يكون مثلا ده لو أنا أضغط عليه كده دي اس دي ام اتش. لو أنا معرفش معاني الرموز اللي موجودة على الخريطة ظهر قدامي، ممكن اضغط على ليجند. هلاقي هنا ليجند هيخرج لي تيبل فيه كامل الاشكال الموجودة ومعانيها. فعلى سبيل المثال الشكل دوت اللي احنا شفناه من شوية ده عبارة عن ستورم ترين، وليكن مثلا شكل الشكل الاخضر اللي هو شكل التري، هي تري وهكذا. فالليجند ده عبارة عن مهم جدا بنستخدمه كتير في التوبو مابس لما نيجي نزرع خريطة طبوغرافية على الماب. وده بكده بشكل سريع اهم التولز والفانكشنز اللي موجودة داخل الماب، من اظهار للداتا وايضا اضافة داتا جديدة سواء بوينتس او لاين او بوليجون او ايمج، وكذلك بعض الميجر زي الميجر ديستانس والاريا والانجل والازموس او الدايركشنز، وكذلك اظهار الليجند تيبل. وبكده يبقى اتكلمنا بشكل سريع جدا عن المابس والتعامل معها داخل ابلكيشن سيرفينج اكس. وان شاء الله باذن الله نشوف في الفيديو القادم نتكلم فيه عن السيرفي ميجر، ونشوف ازاي احنا نبدا نرصد، ونشوف ازاي نعرف نرصد خلال الابلكيشن سواء ار تي كي مود او من خلال البيبيك مود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.